على الله تكون السهرة عجبتك. أوي أوي. إيه والأكل بتاعهم. اتفضل. على فكرة ما أكون زعلت من عطوة بيه. هو راجل دمه خفيف كده ويحب الهزار. اتفضل. أنا هزعل ليه يعني؟ اتفضل يا فندم. يلا يا اخويا يلا. شوف لك شغلنا شريفه تاكل منها عيش. بطلوا امور الساعه دي يلا. بطل شغل الشحاته ده. يكلمك طول السكة وانت ما كلفتش خاطرك ترد عليه بكلمة واحدة. خليتني تنص هدومي يا اخي. ما بتردش عليا ليه؟ والله بقى انا راجل حر. اتكلم وقت ما يعجبني واخد وقت ما يعجبني. اصحى بقى يا اخي. فوق. انت مش قادر تعرف ان الدنيا اتغيرت. بص حواليك. شوف الناس اللي شقت طريقها وبقوا اصحاب ملايين بعد ما كانوا ما يساووش تعريفة واحدة. أنا فاهم كل حاجة كويس. أنا عارف الناس دي شقت طريقها إزاي. بالنصب والاحتيال. عايشين على النهب بيوم بيوم ودقيقة بدقيقة. أنت فاكر نفسك إيه؟ مصلح اجتماعي. عايز ترسم الكون على مزاجك. أنت إنسان ما عندكش أي طموح. ياما قلت لك أقدم على أجازة. وسافر اشتغل زي بقية خلق الله. رفضت. اتحايلت عليك بدل المرة ألف. نهاجر ونبتدي حياتنا من جديد. حكمت دماغك وقلت لي مش ممكن اسيب البلد. فضلت كاتمه في قلبي وساكته وانا شايفه الناس حالها بيتغير وبيتبدل واحنا زي ما احنا. انت اتغيرتي قوي يا صفاء. انا ما اتغيرتش. انا فقت. انت لو بتحبي ما تقوليش كده. انت عارف كويس اني بحبك. لكن قولي ممكن الحب يخلينا نحقق احلامنا؟ طب ازاي ممكن الحب يخلينا نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ انا تعبت قوي. Thank you.
الو، وكاله زوم للاعلان. صباح الخير، احنا طالبين اعلان عن منتج جديد من الالبان. ايوه موجود في السوق حاليا. ثانيه واحده من فضلك. الو، ايوه يا عطوه بيه، صباح الخير. ثانيه واحده من فضلك. ايوه يا فندم، هبعت لحضرتك كل البيانات عن المنتج ده. شكرا، مع السلامه. ايوه يا عطوه بيه، صباح الخير. ميعادك مع سمير بيه الساعه 12، يناسبك الميعاد ده؟ طيب يا فندم، حب الله يخليك، مع السلامه. صفاء. ايوه سمير بيه. نعم. حاضر. اسمعي يا صفاء، انت اثبتتي كفاءه عاليه في المده البسيطه اللي قضيتيها معانا هنا، عشان كده انا اخترتك لمأموريه هتسافر فيها بره. ايوه يا فندم، بس المفروض ان انا اللي كنت اسافر، بس انا مشغول شويه، وانا واثق ان انت هتقومي بالمهمه بدل مني وعلى اكمل وجه، ودي هيكون لها مكافاه خاصه بعد ما ترجع بالسلام. قلتي ايه؟ اللي تشوفه يا فندم، انا تحت امرك. بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف بحضر الجزء الثاني من الرساله. طب ممكن تفضلي شويه؟ عايزه اتكلم معاك. عايزه تتكلمي معايا في ايه؟ انا مضطره اسافر. تسافري فين؟ الاردن. ممكن افهم ايه المناسبه؟ مأمورية تبع الشغل. الشغل؟ اه. انت عارفه ان انا لغايه دلوقتي ماليش فاهم انت بتشتغل ايه بالظبط؟ ايه تاني؟ ممكن تمديلي بالموافقه؟ مين قالك انها هتمديلي بالموافقه؟ ليه بس؟ دي فرصه كويسه، هاخد من وراها فلوس كتير. قلتلك مش موافق. الله، بتزعق ليه؟ ما هو اسمعي بقى، انت من هنا ورايح لا هتشتغلي ولا هتسافري مع الناس المشبوهين دول، انت فاهمه؟ لا مش فاهمه. انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ما كفايه استبداد بقى يا اخي. الكلام اللي بقوله هو اللي هيمشي ومن غير اي مناقشه. اتفضلي بقى سيبيني اشتغل. شغل ايه اللي دافن نفسك فيه من غير اي نتيجه؟ انا عاوز اعيش. مش من حقك تدفني جنبك، ومش هسمح لك تقف في طريق مستقبلي، وهسافر مهما كان الثمن. الثمن غالي وهيكلفك كتير، هيكلفك بيتك واولادك. يعني ايه؟ يعني لو عاوزه تسافري ما ترجعيش البيت ده تاني. طب انا بقى هسافر. انت طالب. السيد ابراهيم ريمون المسافر على طائرة مصر للطيران الى بغداد، رجاء التوجه الى باب الخروج رقم 5 للأهمية. النداء الأخير على طائرة الخطوط الملكية المغربية، الرحلة رقم 256 المتجهة إلى جدة. على حضرة السادة المسافرين رجاء سرعة التوجه إلى باب الخروج رقم 6. May I have your attention please, final call for departure of Royal Air Maroc flight number 256 leaving for Jeddah. Immediate boarding gate number 6. Thank you and have a nice trip. أيها السادة، وصلت طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الرحلة رقم 712 القادمة من نيويورك وباريس، صالة الوصول رقم 1. Attention please. PIA flight number.
ميعادنا قرب. مستعد لمناقشة الرسالة؟ إن شاء الله يا فندم. فاضل جزء صغير وبعد كده هبقى تحت أمرك. أنا سمعت من بعض الزملاء إنك ناوي إن شاء الله بعد ما تاخد الدكتوراه تروح تعيش في الوادي الجديد، ده صحيح؟ فعلا يا فندم. بفكر آخد الأولاد ونروح نعيش هناك. ربنا يوفقك. ألف الحمد لله على السلامة. Calling for Mr. Pollan is a representative of United Nations arriving by Olympic Airways. Can you proceed to the passport office arrival hall number 1. Mr. Pollan, the representative of United Nations. Mr. Pollan, United Nations representative arriving by Olympic Airways from Athens. تفضل يا سيدي، ده مفتاح الشقة الجديدة، مبروك. شقتي أنا؟ مش ممكن. ها؟ يعني ما سألتنيش عن مفتاح التاني؟ مش عايز أعرف، كفاية عليا المفاجأة دي. المفتاح التاني مفتاح العربية الجديدة اللي أنا اشتريتها لك واللي واقفة تحت. سمير، أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش أي حاجة. تستاهلي أكتر من كده يا صفاء. ما تيجي بقى نتكلم في الشغل. حاضر. قولي لي بقى. عملتي إيه؟ كل اللي قلت لي عليه عملته بالحرف الواحد. برافو. على فكرة. ها؟ في واحد اداني شنطة عشانك وقال لي اسلمها لك يدا بيد. وجبتيها معاكي؟ انا متشكر قوي. مالك يا صفاء؟ في حاجة؟ الولاد. الولاد وحشوني قوي. لا طمني، بكره يجي لغايه عندك ويقول لك خد الولاد، ده راجل متخلف. نفسي اشوفهم ولو من بعيد. حاضر، من عينيا، بكره هخليك تشوفيهم. اسيبك بقى ترتاحي في شقتك، مش هي الهاند باج السودا دي اللي عليها مضربين تنس؟ ايوه. متشكر، متشكر قوي. مفجوع كده. كام كيلو المانجا يا راجل؟ 3 جنيه. 3 جنيه ليه؟ المانجا دي يا زبونها اللي يفهمها. بلا يفهمها بلا ماله برتقال يا ابني. يلا حبيبي يلا يلا يلا. مع السلامة زباين آخر زمن. استنوني بره لغايه لما اخلص، واذا ما عجبكش يا سيدي يبقى فدني.
يلا يا ولاد يلا الاكل جاهز. ايه يلا طبختنا ايه؟ شوف يا سيدي دوق وقول لي راي سيادتك. اتفضل هات طبق وريني وانت كمان تاكلي وتقولي لي رايك. ها انا عارفك مفجوعه اصلا. هات الطبق يلا. ايه رايك ايه بقى؟ ابو البقال هاكل صيام جريه. اه انت مستقصدني النهارده ولا ايه؟ حلوه قوي قوي يا بابا. تسلم ايديك. ميرسي يا حبيبتي. اللي قول لي يا بابا هي ماما مش هترجع بقى؟
بضحك وعارفه بضحك ليه. انت بتضحك على ايه؟ عيني. مش قادرة قومني. عليك مرضى وتشكر قوي. اوعى بس اوعى. يا حمرا قوي. اديني سيجاره. حاضر بعدين. حاضر كمان شويه. ايه وفي ايه؟ مش حاجه. ايه انت بتعمل ايه؟ مش حاجه. اوعى. مش حاجه. اوعى اوعى. اقول لك بس خفيش. اوعى. ما تخافيش. ما تقعدش نفسك فيا كده. ايه اللي عملتيه ده؟ انت اتجننتي؟ هي اللي تدافع عن شرفها تبقى مجنونه؟ نعم شرفها. شرفها يا حبيبتي ده في الكتب والروايات بس. ثم انا مش فاهمه ايه اللي حصل. الراجل ومستظرفي. اخرسي. انا اللي عايزاكي تفهميني ايه اللي بيحصل هنا. عايزاني افهمك ايه اللي بيحصل هنا. هفهمك. احنا بقى يا حبيبتي كوننا جمعية للسلام العالمي. شعارنا الناس كلها تحب بعضيها عشان تصرف امورها. لامتى بقى هتفضلي مستعبطة كده؟ فوقي فوقي واعرفي مصلحتك فين. لحسن ياختي لا تطولي فوق ولا تحت. مش وقت الحساب دلوقتي. ايمن وصلني تيليكس بخصوص شغل مهم للشركه، فلازم تجهزي نفسك للسفر. تقدري تروحي دلوقتي بس اعدي عليكي عشان هديكي الشنطه تسلميها لواحد قريبي هناك. مفهوم؟